وانضم إلينا هاتفيا الآن حضرة السادة المشاهدين الأستاذ أيمن السيسي نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام. أستاذ أيمن أهلا بك على إكسترا نيوز. أهلا وسهلا. أهلا بك. بكل تأكيد هناك أهمية قصوى لمثل هذه الزيارة، هي يعني تأتي بمثابة اللقاء السابع بين الرئيس السيسي وشي جين بينغ. هناك لقاء أيضا بكل تأكيد هام جدا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هناك لقاءات مع عدة زعماء، وهناك أيضا لقاء مساء اليوم بالتوقيت الصيني مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، العديد من اللقاءات، هناك فرص واعدة للاستثمار، تأكيد على الدور المصري في أفريقيا. كيف ترى مجمل هذه الزيارة حتى الآن؟ أولا مجمل الزيارة هي زيارة بتأكد الزيارة والحضور القوي للرئيس السيسي أو لمصر بشكل أحرى، أنه بيؤكد عودة مصر بصورة كبيرة جدا وأهم وفعالة للمشاركة في القضايا الدولية بشكل عام، سواء على مستويات الاقتصادية أو الأمنية والاستراتيجية والتجارة، خصوصا وأن مصر دلوقتي كما تعلم سيادتك ويعلم السادة المشاهدين أنه مصر تترأس الاتحاد الأفريقي في الدورة الحالية في الاتحاد الأفريقي، وده مهم جدا لأن بيعطيها زخم أو قدرة على العمل الجماعي والعمل لصالح أفريقيا وبالتالي لصالح مصر. ناخد من الخبر الاخير انه اللقاء الاخير اللي حضرتك شرط اليه اللي هيكون مع رئيس الوزراء الايطالي، انا في تقديري ان ده مهم جدا. طبعا لقاء الرئيس الروسي والرؤساء الاخرين مهم على مستويات متعدده، لكن احنا بيهمنا في الفتره الحاليه ايطاليا ودورها في ليبيا، وده اعتقد ان مجرد اللقاء مع الرئيس الوزراء الايطالي اعتقد انه هيسهم في جزء من تهدئه الازمه في ليبيا، ولان ايطاليا لها دور مهم جدا في ليبيا ودور مؤثر بشكل كبير في الازمه او في اشتعال الازمه واستمرار الازمه، فبالتالي ده هيكون لقاء مهم. هل تقصد حضرتك يعني الشركات العامله، الشركات الايطاليه العامله في مجال البترول في ليبيا؟ الشركات العاملة في مجال البترول والغاز والدعم اللي بتقدمه إيطاليا لحكومة السراج أو المجلس الرئاسي، وده بيعرقل خطوات الجيش الليبي في تحرير مدينة طرابلس ليبيا وتحت تحرير طرابلس، ثم تنظيف الجنوب من الجماعات الإرهابية، لأن الوجود الإيطالي مهم جدا ومؤثر وللأسف له دور إلى حد ما، يعني بيسبب القلاقل والأزمة وبيتنازع الإيطاليين والفرنسيين على الغاز والثروات في ليبيا وعلى العودة لموطئ القدم السابق في ليبيا من خلال أن كان مستعمرين لهذه المنطقة، فبالتالي ولهم كمان وجود ونفوذ ثقافي وسياسي واقتصادي وعسكري في دول جنوب ليبيا جنوب الصحراء الكبرى، فبالتالي الدور الإيطالي مهم جدا ومعقل على حد كبير للحل الأزمة في ليبيا، وأنا شايف أن ده مهم. يعني أعتقد أن اللقاء الرئيسي مع الرئيس الوزراء الإيطالي هيكون له ما بعده من يعني فرص محاولات التهدئه ومحاولات الوصول الى حل في الازمه الليبيه، لكن في المجمل بنتكلم على انه عوده مصر الى المجتمع الدولي بهذه القوه، ثقه المجتمع الدولي في الرئيس السيسي كشخص قادر وقوي وشريف ونزيه في التعامل مع القضايا كرئيس لمصر، وقدره مصر على تخطي الأزمات والعودة لإحكام سيطرتها على ملفات كثيرة تخصها وتخص قضايا المنطقة، وده شيء مهم جدا لأن احنا بنشوف انه في حرب ضد مصر على المستوى الدولي من خلال جماعات الإخوان او جماعة الإخوان ومن ولاهم والقوى الإقليمية وبعض القوى الدولية اللي بتعمل على استمرار الأزمة في المنطقة،
فبالتالي ما يحدث من مصر والتواجد المصري ويعني الحركة الدؤوب للرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المحافل الدولية هو مهم جدا لتعظيم الاستقرار في مصر ولخلق فرص التنمية، وخصوصا انه اتكلم او في ملفات كثيرة بيتكلم فيها، وانا شايف ان من اهم الملفات هو محور قناة السويس، يعني لان محور قناة السويس هيمثل طفرة اقتصادية ويعني تجارية كبيرة في المنطقة ستخدم القارة الافريقية، ستخدم المنطقة العربية، وبالتأكيد هتخدم مصر بشكل خاص جدا. أستاذ أيمن، يعني الرئيس السيسي التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال بوتين إن مصر حليف وثيق، وأشاد بتطور العلاقات المصرية الروسية، وكان من ضمن هذه الملفات عودة السياحة الروسية وعودة رحلات الطيران ما بين الدولتين. ما الجديد الذي تقدمه أو يقدمه هذا اللقاء بين الزعيمين في إطار التعاون السياسي والاقتصادي بين الدولتين، خصوصا أن هناك ملفات عديدة في الشرق الأوسط، ليست فقط الملفات الاقتصادية والسياسية في مصر ولكن الملفات الإقليمية او طبعا في ملفات امنيه. لكن هو ما تنساش حضرتك انه العوده الدفء للعلاقات المصريه الروسيه كان مهم جدا بعد سنوات طويله من المعاملات البارده او البرود في العلاقات والاتجاه بشكل كامل الى الغرب او شبه كامل. فتره الرئيس مبارك الحقيقه كان الاتجاه أو منذ ولاية الرئيس السادات وما قبل حرب 73 أنه كان الاتجاه إلى الغرب وإلى أمريكا بشكل تقريبا شبه كامل. العودة الرئيس السيسي إلى أو عودة مصر قيادة الرئيس السيسي للتعامل مع روسيا والصين وكثير من دول الشرق جزء منه لتنويع مصادر السلاح، تنويع القدرة على التعامل الاستراتيجي ويعني تماسك استراتيجي بين مصر وبين هذه الدول. ما تنساش ان روسيا لها حاليا دور مهم جدا في الأزمة السورية، والأزمة السورية تمس الأمن المصري، ومصر تعمل على تهدئة الأمر في سوريا منذ تقلب الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد. والحقيقة قدرت مصر انها توصل لتفاهمات مع بعض المعارضة السورية وقوى المعارضة أدت إلى أو ساعدت على التفاهمات اللي حصلت في التهدئة بشكل إحنا بنشوف دلوقتي التهدئة بشكل كبير. إحنا بنشوف دلوقتي إن سوريا يعني الحمد لله الأمور أصبحت فيها أكثر هدوءا مما كانت عليه في 2013 و2014. دور مصر في المنطقة هو اللي بيخلي روسيا تتمسك بالعلاقات مع مصر بهذا الشكل، وده هيفيد الحقيقه هيفيد الـ 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 الازمه السوريه، هيفيد الازمه الليبيه، لان روسيا داخله على الخط في ليبيا. قد يكون مهم جدا في السودان، لان السودان بيمثل برضه بالنسبه يعني العلاقات الروسيه السودانيه علاقات قويه، والعلاقات الجزائريه الروسيه علاقات اقوى من الجزائريه الامريكيه، وبالتالي خصوصا مع الجيش، لان ما تنساش كمان ان تسليح الجيش الجزائري اغلبه روسي. المنطقه وهي على حافه بركان الان، روسيا تتواجد او تحاول ان تتواجد فيها بشكل يحفظ التوازن مع القوى الاقليميه الاخرى، سواء القوى الاوروبيه زي يعني فرنسا وايطاليا والمانيا وانجلترا، وبيحفظ التوازن مع الوجود الامريكي، او يحفظ يعمل توازن مع الوجود الامريكي في المنطقه، خصوصا ان امريكا يعني عبثت في المنطقه كثيرا وعربدت في المنطقه كثيرا. فبالتالي اللقاءات او اللقاءات المتعدده او المتكرره للرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والروسي اعتقد انها او في تقديري انها مهمه جدا لصالح استتباب الامن والوصول الى هدوء ولو نسبي في المنطقه. الاستاذ ايمن السيسي نائب رئيس تحرير جريده الاهرام، اشكرك شكرا جزيلا.